خالد خليك هنا، لو رجع لوحده خليك معاه ونتقابل في المكتب.
ده عاملين الدوشه دي كلها وخزنه ومفتاح وواحد يسلم لواحد والهيلمان ده كله على شويه الورق دول ملهمش اي قيمه. على فكره الناس دي شغاله صح. صح؟ صح ازاي يا فندم؟ دي عمليه تدريب وسيطره. اوامر ملهاش اي معنى لازم تتنفذ وفي زمن محدد. بس واحد زي نبيل ده يعني يسيطروا عليه ليه؟ هيعملوا بيه ايه؟ لما يسيطروا عليه يخلوه شخشخه في ايديهم يعملوا بيه اللي هم عاوزينه. بعد اذنك يا فندم. ايوه. النهارده بعد ما نبيل وصل البيت في حاجه غريبه حصلت. الجدع ده اللي اسمه فريدريك وصل البيت بعديه بشويه وهو معاه الشنطه. ايوه دي احنا عارفينها. ايوه بس الليله هو خارج من البيت لقيته وقف طلع سيجاره وبص لي. هي يو هاف ا لايت؟ هو نفس الشخص اللي كان بيراقب نبيل المرة اللي فاتت؟ طبعا هو. طب هو شافك يا فريدريك يا حبيبي؟ ايوه شافك.
بس هو ما عرفنيش. وانت عرفت منين انه ما يعرفكش؟ لان المرة اللي فاتت انا اللي شفته، لكن هو ما شافنيش. طيب يا فريدريك، سيبنا دلوقتي. هو في ايه؟ اصل حضرتك يعني وعدتني بمكافأة و... بعدين بعدين يا فريدريك بعدين. اوكي نو بروبلم. انت ايه رأيك في الكلام الفارغ ده يا شلوم؟ الموضوع مش بسيط يا ازاك، مش بسيط خالص. شوف يا شلوم، انا متأكد. انت متأكد من ايه يا اخي؟ مرة قلنا ممكن تبقى صدفة، لكن مرتين دول وصلوا لبيته، لبيته يا إيزاك. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي يا شلومو يا حبيبي؟ لازم اتصل بالعمة ليفي، لازم يعرف بالتطورات اللي حصلت. عن إذنكم. ألو، خير يا شلومو؟ في إيه؟ المخابرات المصرية ظهرت في هامبورغ. إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ بقول لك المخابرات المصرية ظهرت في هامبورغ وقدرت توصل للهدف بتاعنا. لا، صعب يا شلومو اللي أنت بتقوله ده إن حد يصدقه. المخابرات المصرية ممكن تظهر في حتة تانية كتير في أوروبا، قبرص، اليونان، باريس مثلا، لكن في ألمانيا وهامبورغ بالذات وفي الشتاء صعب يا شلومو، صعب. صعب لكن مش مستحيل يا ليفي. كده هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، وخصوصا بعد الهدف الأخير اللي انت بعته لنا. الإدارة هنا مهتمة جدا بسامية فهمي، ومهتمة أكتر بالوصول ليها. عشان كده مش لازم نفشل، نبيل مش لازم يضيع من إيدينا. وانت عارفني أنا دايما بفترض الأسوأ وبتصرف على الأساس ده. إلا المرة دي يا شلومو، اوعى تتصرف أي تصرف أهوج يعرض العملية كلها للخطر. الخطر موجود يا ليفي، ولو ما تحركناش فورا المهمة كلها ممكن تفشل. شلومو أنا بحذرك، اوعى تتصرف أي تصرف إلا ما ترجعلي وديك أنا الأوامر. لكن يا ليفي مفيش لكن، نفذ اللي بقولك عليه، مفهوم؟ أوكي شلوم. فيه يا ليفي؟ لا أبدا، مفيش حاجة بنحاس، مفيش حاجة. هير كروجر، ازيك يا صديقي؟ الحقيقة أنا عايز منك خدمة مهمة جدا وخطيرة. أخدت الباسبور بتاعك والتذكرة؟ أيوة يا ماما. توحشيني قوي يا سامية. وأنتي كمان يا حبيبتي. بس أنا زعلانة منك عشان مش عاوزاني أوصلك المطار. يا ماما العربية جاية تاخد الوفد كله، هيبقى شكلي وحش قوي لما أخد أمي معايا، وبعدين قلق عليكي ترجعي الطريق ده كله لوحدك. بس انتي اول مره تبعدي عني المده دي كلها. يا حبيبتي ما انا كنت بسافر قبل كده باليومين والتلاته. ايوه في مصر، لكن بره ما حصلتش قبل كده. ماما ارجوكي انا ما بقتش صغيره. هتفضلي طول عمرك في نظر البنت الصغيره. تقدري تطمني عليا كل يوم من المجله. وعمو احمد مختار بيسلم عليكي وبيقول لك ابقي اسالي عليه. يا سلام، هو ما بيسالش ليه؟ على راسه الريشه يعني. جماعة مستنينك تحت الست سامية. طب بعد إذنك والنبي خد الشنطة واسبقني على تحت. عينيا. شكرا.
صباح الخير يا شيرلي. وحشتني. بجد؟ انت اصلك كنت معايا طول الليل. انا؟ فين؟ في الحلم. وكل ما احاول اصحى تشدني تاني. كنت شاي قوي. في الحلم؟ بس انا ما يرضينيش انه يبقى في الحلم، بس لازم كمان يبقى. لا الوقت ولا المكان. اطلع التور بتاعتك وارجع لي بسرعه. هستناك. هتكون اسرع رحله سياحيه في تاريخ المانيا كلها. هتوحشني. وانت كمان. نبيل. نبيل رشدي. صباح الخير يا بلبل. صباح الفل يا رشدي، انت ما سافرتش ولا ايه؟ لا سافرت ورجعت تاني. المهم كيفك انت، وحشنا يا خي. انا الحمد لله تمام. انت طالع معانا الرحله؟ امال طالع، انت ما قريتش الكشف ولا ايه؟ لا قريته. اتفضل اركب. ايوه اركب. اوكي لسنز اجين. اتفضل يا جماعه من هنا. الحمد لله على السلامه يا سامي. الله يسلمك يا فندم. على 2 o'clock we will go to the fair. Please be ready. Thank you. You can go. فكرة نبيل، الوالد بعت لك كثير السلام. الوالد؟ ايوه الوالد. طب والله هو بعتني المرة دي مخصوص عشانك. قتلت اخوك، قتلت اخوك عمر يا كلب. وحضرتك قابلت والدي فين؟ يا ريت كنت اعرف تليفونه ولا اعرف عنوانه، اقل كنت طمنته عليك وجبت لك منه السلام. امال حضرتك بتتكلم عن مين بالظبط؟ انا بتكلم على ابويا يعني، وانت فاكرني بتكلم على ابوك انت؟ طب والدك عايز مني ايه؟ ابدا، اصل انا لما حكيت له عنك وعن شطارتك واسلوبك مع السياح يعني، وقلت له انك ستايل، فرح قوي وصمم دماغه الف سيف اني اجي واتفق معاك وما ارجعش من غيرك. اقول لك بعت لك العقد معايا اهو، وقال لي اسيبك تحط الفلوس اللي انت عايزها. اظن ما فيش احسن من كده بقى. والله يا استاذ رشد انا مش عارف اقول لك ايه. انا هنا اصلي مرتبط مع ناس يعني عندي حياه. طب خد العقد اقرا الاول وبعدين نتقابل بعد الشغل، نقعد ونتكلم براحتنا. قلت يا بلبل. دي كانت تاني مره نحاول ننقذ نبيل قبل ما يضيع منا بشكل نهائي. انا يومها بذلت مجهود كبير قوي وحاولت ان اقنعه انه يرجع معانا مصر، وحسيت في لحظه ان احنا نجحنا في مهمتنا وقدرنا نوصل لنبيل. بعد الرحله طلعت جاري على السيد عادل وقدمت له التخريج بتاعي في شقه المراقبه. هتقابله امتى بكره؟ اتفقنا ان هو نتقابل على الساعه 6 بعد الظهر في كافيتيريا في وسط البلد. هايل يا روح، هايل. سيد عادل، نبيل وصل مكتب شيرلي. بصراحه مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه خالص يا بيبي، وعامله لك مفاجأة كمان. اشتريت ازازة شامبين هنفتحها الليلة دي سوا مع بعض. فعلا؟ طب بسرعة اروح اعمل مشوار واجيلك على طول عشان مشوار؟ مشوار ايه؟ احنا مش متفقين النهاردة الصبح ان احنا هنقضي الليلة دي مع بعض؟ شيرلي انا عندي مشوار مهم جدا ولازم اعمله. اهم مني؟
انا كنت فاكره ان انا اهم حاجه بالنسبه لك، بس واضح ان انا طلعت غلطان. لا 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 خالص خالص، ده مشوار مش هياخد اكتر من نص ساعه، يعني ساعه ممكن نتقابل عند البيت. خلاص خليها فرصه تانيه. لا فرصه تانيه ايه؟ ليه ما انت اللي بتقول عندك مشوار اهم مني. انا ما قلتش انه اهم منك، وبعدين اقول لك انا هاجله، هلغيه خالص عشان تعرفي بس ان مفيش حد اهم منك. بجد يا نبيل؟ بجد يا شيرلي. ما تتخيلش هنتبسط مع بعض قد ايه الليله دي. يلا بينا. يلا بينا. دي خارجه معاه. والشنطه دي انهين بقى؟ اكيد الشنطه الثانيه. انا شايفها بعناية على الرف الاخراني في الاتوبيس قبل ما انزل. عادي عبد الخالق وراه. لويس جولدمان اخدت نبيل بعد الشغل وراحوا وسط بلد اكله، وبعد كده روحوا على البيت عنده. والشنطه ما ودهاش المحطه، خدها معاه البيت. أنا توماس. وصلوا. اتفضل يا شيرلي اتفضل. لذيذة أوي شقتك ودمها خفيف. ميرسي. خدي راحتك على الآخر، أنا ثواني هغير هدومي وأجيلك. تتأخرش عليا. Thank you.
شفت الافتتاح كان عظيم ازاي؟ فعلا كان جميل جدا. انا عجبتني قوي الكلمه اللي قالها رئيس المهرجان. بس ليه بقيت الوفود ما قالتش كلمتها؟ مش عارف، مع ان انا كنت كاتب كلمه قويه جدا قدمتها لهم النهارده الصبح اول ما وصلنا. ايوه، ما هي من قوتها لغوا كل كلمات الوفود. For one day there is no problem. If more, you have to get permit. No, it's just one day. Okay, here is your ticket. Thank you. سامية خير، سبتينا ومشيتي ليه؟ أبداً، تعبانة شوية فكنت عايزة أنام. سلامتك، مالك؟ معرفتش أنام كويس في الطيارة بس. طيب أنت تستريحي النهاردة وتعملي حسابك إن بكرة الساعة 8 بالليل هيناقشوا الأطروحة بتاعتك. عايزك تبقي جاهزة، وجاهزة قوي كمان. بكرة بكرة؟ أيوة بكرة بكرة. طب ما ينفعش يبقى بعد بكرة أو بعد بعده؟ بعد بعده إزاي بس الكلام اللي أنت بتقوليه؟ ده معايا اتحط لجنة المهرجانات، ما ينفعش إن يتغير أبداً يا سامية. أنا عايزك تبقي جاهزة، وجاهزة قوي زي ما بقول لك. سامية مش هتطلعي تنامي؟ انا ميته من التعب. اه طبعا طبعا، تصبح على خير. وانت من اهل مستني حد؟ اكيد لا طبعا. طب قوم قوم افتح، مستني ايه؟ متقلقش. ثواني جاي. ايه في ايه؟ انت نبيل سالم مصطفى؟ ايوه. انت ساكن في الشقه دي؟ فتشة. لا لا استنى استنى، رايح فين؟ اقعد مكانك ما تتحركش. اخلصي خالص، ما تنطقيش. نبيل ايه اللي بيحصل ده؟ غير كروجر. الشنطة دي بتاعتك؟ رد عليا، الشنطة دي بتاعتك؟ فين؟ بتقول ايه؟ مش سامع. فيها ورق بتاع الشغل. طب افتحها لو سمحت. افتحها لو سمحت. ما تفتحها يا نبيل وتخلصنا. افتحها. اكسر القفل. ايه يا عبد الخالق؟ في ايه؟ مشكلة، مشكلة كبيرة. مشكلة ايه؟ نبيل، البوليس هاجم الشقة اللي هو فيها. بوليس؟ مخدرات؟ شايل في الشنطة مخدرات يا نبيل؟ دي مش شنطتي، الشنطة دي مش بتاعتي. غير نبيل، أنا بقبض عليك بتهمة الإتجار في المخدرات، من حقك ما تتكلمش، أي كلام هتقوله هيتاخد ضدك في المحكمة. وأنا بقول لحضرتك إنها مش شنطتي، أنا بشتغل في السياحة، يعني شنطتي فيها أوراق مش مخدرات. يبقى قول الكلام ده في مركز البوليس، هتقوم. لا، ميس هيمن ملهاش علاقة بالموضوع. أمال كان اللي بتعمل معاك إيه هنا في الشقة؟ كنا قاعدين. أنا ومستر نبيل زملاء في شركة واحدة، وكنا هنا بنتناقش في شغل. بتتناقشوا في الشغل؟ بقولوا الكلام ده في مركز البوليس. بس هو قال لحضرتك إن أنا ماليش دخل بالموضوع ده. بقولك إيه؟ الكلام ده تقوليه هناك. يلا هتقوم. عايزين تقبضوا على حد، اقبضوا عليا أنا.
انما هي ملهاش علاقه. انت تخلص خالص. من فضلك انا مواطنه امريكيه ومن حقي ان انا اطلب حد من السفاره او من القنصليه يجي يتفاهم معاكم. بس انت موجوده هنا في مكان الجريمه ودي مخدرات، يعني جنايه وجنايه كبيره كمان. من فضلك يا حضره الضابط انا بطلب حد من السفاره او من القنصليه. اوكي اوكي مسام، ممكن تمشي بس لو سمحتي سيبي تليفوناتك وعنوانك وما تتحركيش من هامبورغ قبل ما تبلغينا. ده الكارت بتاعي في كل تليفوناتي وعنواني، اقدر امشي دلوقتي؟ اتفضلي. سوري، ام ريلي سوري. لما وصل البيت حوالي الساعة 9 وطلعوا سوا. وبعدين؟ على الساعة 10 إلا شوية كده نور الشقة ضلم وهي لسه مع فوق. وبعدين يا عبد الخالق؟ على الساعة 12 كده وصلت عربيتين بوليس ونزل منها اتنين عساكر وظابط وبعدها نور الشقة نور. أنا سبت هادي هناك يراقب الموقف وجي جري عليكم. زمان هادي نشف من البرد. مسلين؟ هير كروجر؟ هو نبيل ماله؟ انت تعرفه؟ طبعا اعرفه والا ما كنتش ابقى هنا. ايه يا نبيل؟ في ايه؟ هقول لك على كل حاجه بس انا ليا طلب واحد. عايز ايه؟ عايز ادخل حمام ايه اللي حصل؟ لويس مشيت يا فندم ولكن البوليس لسه فوق ومن شويه كده العربيه المرسيدس اللي هناك دي جت وقفت ونزل منها اتنين ودخلوا على العماره. شفت وشوشهم؟ للاسف يا فندم لا. ممكن ما يكونوش رايحين لشقه نبيل اصلا. جايز جايز. هو ده كل اللي حصل يا ابو سليم. ساعه ما صحيت الصبح رحت الشركه لحد ما جيت هنا، انما الشنطه دي جت لي ازاي وفيها ايه انا ما اعرفش. اكيد اكيد خدتها غلط بدل شنطتي وانا في الاتوبيس. يعني انت مالكش علاقه بالشنطه دي لا من قريب ولا من بعيد؟ خالص خالص. وانا قلت لحضره الضابط الكلام ده. امال قابض ليه على الواد الغلبان ده يا هير كروجر؟ دي مخدرات يا ابو سليم، يعني جنايه وجنايه كبيره وانت عارف كده كويس. عندك دليل على اتهامه غير الشنطه اللي قدامنا دي؟ حاليا لا. وانا بقول لك الشنطه دي مش شنطه نبيل. بس دي عليها اللوجو بتاع الشركه اللي بيشتغل فيها وكل موظفي الشركة معاهم شنط وعليها نفس اللوجو، والشركة أساسا بتوزع هدايا على كل عملائها وعليها نفس اللوجو، وجايز جدا الشنطة دي تكون مسروقة. طب إيه اللي جاب الشنطة دي هنا؟ غلط، خد شنطة حد تاني بدل ما ياخد شنطته. أيوه وكان في أكتر من شنطة زي دي في الأتوبيس. شفت؟ أنت بتصدق الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ لو الكلام الفارغ اللي بيقوله ده طلع صح، يبقى المفروض إنكوا تحموا نبيل مش تقبضوا عليه. نحميه؟ طبعا. نحمي من ايه؟ من اصحاب الشنطه الاصليين. دول اكيد عصابه بتتعامل في المخدرات، ولما يكتشفوا العصابه بقى اختفاء الشنطه باللي فيها اكيد مش هيقعدوا ساكتين، دول هيقلبوا الدنيا عليها، وطبعا ده هيعرض حياه نبيل للخطر. بقى المفروض كبوليس انكم تحموه مش ترموه في السجن. على كل حال انت ممكن حضرتك تقول الكلام ده قدام قاضي التحقيقات بكره وهو اللي يقرر ان كان يفرج عنه ولا يحوله للمحكمة.
ولزمه ايه قاضي التحقيقات؟ ما احنا ممكن نخلص الموضوع هنا يا هير كروجر. انت عايز توصل لايه بس يا ابو سليم؟ قول لي. انا مستعد انهي الموضوع ده دلوقتي حالا ومهما كلفني. هير نبيل صديق وامره يهمني. طيب والشنطه والمخدرات والبلاغ اللي جالنا متسجل في المركز؟ افتكر يا هير كروجر انت عندك نفوذك وسلطتك واتصالاتك. ايوه بس انا ضميري ما يسمحليش ابدا ان انا اعمل حاجه زي دي. وضميرك مش هيسمح لك اكيد انك تدخل واحد بريء السجن، ولا انا غلطان؟ ايوه بس انا مش لوحدي، انا معايا ناس كتير قوي في الحكايه دي يا ابو سليم. كده مش هنختلف. واضح يا نبيل ان هير ابو سليم بيعزك قوي قوي قوي، بس لازم تتفضل معايا دلوقتي عشان نروح قسم البوليس نعمل محضر شكلي ونكمل الاجراءات، وبكره الصبح تقدر تمشي. ابو سليم كرايه هير كروجر، ما احنا اتفقنا انه ما يتقدمش لقاضي التحقيقات، لكن لازم يجي معايا قسم البوليس عشان نكمل الاجراءات والورق، وبعد ما كل ده يتم اوعدك انه يمشي. 10,000 تانيين، ونبيل يبات الليله هنا في بيته. ودي هضمنها ازاي؟ انا بنفسي هجيبه لك بكره الصبح، ولو مش مصدقني تقبض عليا انا كمان دلوقتي. ابو سليم انت عارف ان القانون الالماني صارم وجامد جدا، وخصوصا في حكايه المخدرات دي. عارف يا هير كروجر، الولد ده لو ما جاش بكره الصبح اسم البوليس انا هضطر رحمي نفسي، وهو جه لك انت شخصيا تهمة الاشتراك معاه في تهريب المخدرات والاتجار فيها، وانت عارف عقوبتها ايه. عارف، مقدر موقفك. انت ضامن الجدع ده؟ طبعا ضامنه. يبقى ميعادنا بكره الساعه 8 الصبح في مركز البوليس. اوكي يا ابو سليم؟ اوكي، فريدريك هيروح معاك ولو احتجتوا اي بيانات هناك. اوكي او بدر زين. ابو سليم هما ايه ده؟ دول معاهم الشنطة. نبيل ده اللي معاهم؟ أكيد هو. عارف اني غلطت. لا لا انت ما غلطتش، انت اجرمت في حق نفسك وفي حقي انا كمان. 3 دقايق تلبس وتجيب جواز السفر بتاعك. يلا يلا. كمل.